بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. زريك العزيز، احنا اتعودنا هنا على شويه مصداقيه مع بعض، وتعودنا هنا على ان احنا بنحترم دماغ بعض. كنت نزلت انا فيديو عن فوز عبد الاله كاني او عبد الاله غاني لاعب المغرب، لاعب المغربي بتاع رامي الجله او رامي هي رامي الجله رامي الجله فعلا، لاعب اللي فاز بالذهبيه في برمبيات باريس. اللجنة الأولمبية قررت إن هي تتراجع عن إن هي تديله الذهبية، وقررت إن هي تديله الفضية تاني. طبعا لاعب الجورجي كان عامل محاولة وقدر يفوز بيها بالمركز الأول، وأعلنوا إن هو خد الذهبية. بعد كده الوفد المغربي راح اشتكى، وبعد كده التيم بتاع عبد العالي راح اشتكى، فقرروا إن هم يدوا لعبد العالي يدوا لعبد لعبد الإله مش عارف ليه مش عارف ليه قافش في عبد العالي عبد الإله يدوا لعبد الإله الذهبية. ولكن بعد كده تراجعت اللجنه الاولمبيه عن منح الميداليه الذهبيه للبطل المغربي عبد الاله كاني في الالعاب البارالمبيه باريس 2024. وكان البطل المغربي قد انهى منافسه بار رامي الجله في المركز الثاني، قبل ان يعترض المغرب على محاوله جورجي جيجا باعتبارها غير قانونيه. وبعد النظر في الاعتراض تم قبوله ليحصل كاني على المركز الاول. وعدت اللجنه الاولمبيه بعد ساعات للتراجع عن قرارها والاعلان عن منح الميداليه الفضيه لعبد الاله كاني، بينما حصل بطل جورجي على الذهبيه بعد اعتراض جورجيا. بسم الله ما شاء الله، ما بيزعلوش حد اللجنه الاولمبيه. اقول لها هي اللجنه الاولمبيه المسؤوله عن الالعاب البارالمبيه. على فكره الالعاب البارالمبيه دي اهم العاب لاخواتنا اصحاب الاحتياجات الخاصه، يعني دي اهم العاب بالنسبه لهم. دي حاجه كده عامله زي الاولمبياد بالظبط، بس بالنسبه لاخواتنا في الاحتياجات الخاصه بيبقى اسمها بارالمبياد. حصل المغرب لحد دلوقتي على 5 ميداليات في الالعاب البارالمبيه، فضيه كل من كاني وفاطمه الزهراء الادريسي، 3 ميداليات برونز رجاء كرماش وايوب الحداوي وايمن عدويش ان شاء الله، او ايوب عدويش صديقي العزيز. اتمنى ان شاء الله ان حد يقدر يفوز بالميداليه الذهبيه، كان نفسنا الميداليه الذهبيه تكون لعبد الاله كاني، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حرض لك لعبد الاله كاني، ولكن في كل حال من الاحوال هتفضل بطل دايما وابدا، تستحق الاحترام والاهتمام.